هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أحوالكم. نتكلم عن تفسير رؤية العنب في المنام. تفسير رؤية العنب الأخضر للعزباء في المنام يدل على ارتباطها برجل مهم وصاحب سلطة. سوف نتكلم عن تفسير رؤية العنب للعزباء والعازب وللمتزوجة وللحامل. تفسير رؤية العنب الأسود للمتزوجة يدل على طاعة زوجها لها ويدل على الرزق الكثير وإن زوجها لا يفارقها. أما تفسير رؤية العنب الأسود للحامل معناه إنها اقترب ولادتها. وقطف العنب تكون ولادة سهلة. إن رأت الحامل إنها تقطف العنب فإنها ولادة سهلة وسوف تلد ذكر والله أعلى. أما العنب الأصفر للحامل سوف تلد ولدا معاق، اللهم عافينا. أما الحامل إذا رأت العنب الأسود والأخضر أو الأبيض سوف تلد بنت جميلة حسناء. سوف تلد بنت جميلة حسناء. أما بالنسبة للرجل إنه يمسك عطف من العنب معناه يرزق بالمال الكثير. والعنب يا أحبابي خير وشفاء في الحقيقة وفي المنام، وبفضل الله رؤيته محمود. للمتزوجة يعني إن شافت العنب الأخضر فهو رزق لها، وقطف العنب ولادة سهلة برضو. بالنسبة للرجل مال كثير. أما الأبيض للفتاة فإنها تتزوج من رجل كبير في السن، والله أعلى وأعلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله يا أحبابي وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.